بداية ما الذي حدث في القرية؟ والله يا أخي الكريم، بارحة في الساعة حوالي الثامنة أو الثامنة والنصف وصل صاروخ للقرية من اتجاه الخوخة أو من اتجاه حيث يعني باتجاه قريتنا، فكانت هناك كارثة بمعنى الكلمة يعني. وصل إلى منزلين هدمهما بالكامل وقتل جميع الأفراد الأسرة اللي كانت فيه ما عدا طفل، طبعا حالته خطيرة جدا والحمد لله على كل حال يعني. كم عدد الضحايا؟ طبعا الضحايا إلى حد الآن 6 أشخاص أو 7 أشخاص، لأنه السابع كان عمة صاحب المنزل، حيث أنه كانت عندما سمعت الموضوع يعني سمعت الخبر أصيبت بجلطة مباشرة وتوفت في الحال يعني. طيب بالنسبة لل وبقية ال... تفضل تفضل نعم تفضل اسمعك. بقية الضحايا طبعا كانوا آمنين يعني، ناس آمنين بسطاء. ما حدث أمس في القرية كان كارثة وأصيبت القرية برعب شبه كامل يعني، الكل في ذهول، لا حتى الآن لم نصدق إيش اللي حصل يعني. طبعا العالم في ذهول كامل، في القرية في القرى المجاورة. الصاروخ يأتي من جهة معينة من جهة الخوخاء يعني، من حسب ما ذكر لنا أحد الإخوة في قرية المجاعشة قريب من من مكان إطلاق الصاروخ، هو هناك معسكر الأشعرية وكذا يعني، تم الضرب إطلاق الصاروخ من هناك، وصل أمام ظهور من الجميع، والجميع يشاهد يعني، شافوا الموضوع وشافوا الصاروخ متجه للقرية وهم ينتظروا يعني. ولعت القرية بالكامل، طبعا المنزل تهدم بالكامل فوق رؤوس ساكنيه، أكثر من يعني 6 أشخاص أو 6 أشخاص قتلوا في نفس المنزل، الأب واثنين أطفاله وزوجة أخيه وأحد الأبناء أبنائها يعني، والباقي يعني في واحد منهم تم إسعافه إلى المستشفى وحالته حرجة جدا، يمكن فيها بتر لبعض أطرافه يعني الأرجل واليد أعتقد. طيب لدي سؤالين، هل هناك أهداف قريبة من هذه المنازل حتى يتم استهداف هذه المنازل؟ لا أوجد لها أهداف. طبعا الصاروخ هناك كان متجه أعتقد أنه إلى جهة تعز أو ما شابه ذلك، طبعا قريتنا هي مرتفعة في قرية نوعا ما، فيظهر أنه الصاروخ طبعا الصواريخ هذه من يعني أعتقد أنها من اللي تم تجديدها مجددا من قبل الميليشيات يعني. الصاروخ يتجه هكذا، إن ما جاء يعني أما جاء بيوصل، لا ليس لديه هدف، المهم متجه إلى أي مكان، إن ما وضع لا يوجد مبالاة ولا اهتمام بالناس، وكأن أرواح الناس لا تساوي عندهم شيء. بالنسبة للضحايا، بالنسبة للضحايا هل تم انتشال كل من سقط؟ نعم تم انتشال الجميع طبعا، ومساعدة إخواننا في القرى المجاورة طبعا، الجميع تساعدوا معنا طبعا. لا يوجد طبعا منظمات او حتى حقوق انسان من حضر او حتى شيول او حتى قرافه يعني، حتى كان جهود شخصيه.